شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. سبحان الله، هذه الوصية في الأولين والآخرين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو توصية من الله عز وجل بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. هؤلاء الخمسة يسمون أولي العزم، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما التقى بهم في الإسراء أمهم في الصلاة. إبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأشرف، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أشرف أولي العزم. طيب، الثاني إبراهيم الخليل عليه السلام، يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر عليها إلا أولي العزم. ما البلية؟ البلية أنه كبر عليه الصلاة والسلام، وأتاه ابنه إسماعيل على كبر. ومعلوم أن إذا أتى الفريد الوحيد على كبر سيكون في قلب أبيه في غاية المحبة للبشر. لما بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد بنفسه، بلغ السعي يعني بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما، فامتحنه الله. سبحان الله العظيم، رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورأي الأنبياء أي حق غير حق وحي، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. هو لم يخيره، لكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد، قال: يا أبتي افعل ما تقول. لم يقل: يا أبتي اذبحني، قال: افعل ما تؤمر، حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله ما جزم. لا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اتفق الأب والابن على ذلك، فلما أسلما يعني استسلما لأمر الله، وتله أبوه للجبين يعني على الأرض الجبين الجبهة، وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيا لئلا يرى وجه ابنه، والسكين تلوح على رقبته فيخفف هو عن نفسه، ويخفف أيضا على الابن، يخفف على الابن. لما سله الجبين جاء الفرج من الله عز وجل، ففرج الله عنه، وناديناه: أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم. إي والله. أفهمت يا أخي؟ هذه المحبة لهذا الابن، وهذا الابتلاء، وهذا الامتثال التام، يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم إيش؟ أعظم من محبة الولد.
فكان إبراهيم خليل الله عز وجل، أعطاه الله الخلة. والخلة يا جماعة، الخلة هي أعلى أنواع المحبة. المحبة أنواعها 10 وقيل 7، لكن أعلاها إيش؟ الخلة، أعلاها الخلة. وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، لأن محبته تخللت مسلك الروح. العروق والعظام والمخ كل شيء. ولهذا قال الشاعر المغبون، قال الشاعر المغبون: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم أو أبلغ، نسيت الكلمة، مما في المجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يستفيق وإنما يسرع المجنون في الحين في الحين. فالمهم أن الخلة أعلى أنواع المحبة. ففي قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا دليل على أن إبراهيم إيش؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا. يدل على أن إبراهيم بالنسبة لله عز وجل أعلى ما يكون من المحبوب. ففيه إثبات المحبة. أتدرون ماذا قال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب؟ قالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا، مأخوذ من الخلة، من الخلة بالكسر يعني الافتقار. فقالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي فقيرا إليه. تبا لكم على هذا التحريف. كل إنسان على زعمكم يكون إيش؟ خليل لله، يعني كل إنسان متقي الله عز وجل. ولكن نقول الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. هنا كلمة شائعة عند الناس يقولون: إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، موسى كريم الله. والذين يقولون محمد حبيب الله قد هرموا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة إيش؟ أقل من الكل. ولذلك لا يمكن أن نقول إن فيما نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان: إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. لكن المحبة كثير. إن الله يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وما أشبه ذلك. فكيف تعدل عن الخلة إلى المحبة؟ ولذلك يقول بعضهم: يا أخي نبي نزول الحبيب، نبي نزول الحبيب. إن قصد الحبيب إليه ما ننكر عليه، لكن إن قصد الحبيب إلى الله قلنا اصبر يا أخي. الخليل أكمل من الحبيب. وأنا أحكي لكم نزول الحبيب على حد قوله، وإلا فالصواب أنه يزار قبره لا نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يخطئ من يقول إذا من أراد أن يذهب إلى المدينة: يا فلان من فضلك سلم لي على الرسول. الله المستعان. ما أدري عن هذا الرجل، هل يظن أن هذا المسافر سينزل ضيفا على الرسول؟
يا أخي سلام، إذا سلمنا على الرسول فهناك من هم أمناء أقوياء وهم الملائكة تحمل سلامها إليه، اللهم صل وسلم عليه، وهم أفضل وهم أوثق من هذا الرجل الذي أوصيته أن يسلم لك على الرسول عليه الصلاة والسلام. أطلنا في هذه المسألة، لكن أرجو أن يكون في هذه الإطالة فائدة فائدة. واليوم الآخر هذا مبتدأ درس الليلة إن شاء الله. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. فالإنسان له أربع دور: في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان بوقوعه وأنه واقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ أنه يرى أنه لا حساب. يتضمن الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون في ذلك اليوم، وما ذكر في القرآن من باب أولى، من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، يعني ليس معهم مال، وهذا كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كذلك الإيمان بما ذكر فيه من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار وما فيهما من نعيم الجنة وعذاب النار، كل ما جاء في كتاب السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وكذلك يؤمنون بنعيم القبر وعذابه، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. هذا الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر على وصفه هو الآخر، وهنا أنبه على ما نسمعه في بعض الإذاعات أو نقرأه في بعض الصحف: إذا مات الإنسان قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير. هذا غلط، غلط عظيم. ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا إنه ينكر البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إيش؟ إنكار البعث. فالمسألة خطيرة، لكن بعض الناس إمعه، إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. والقدر خيره وشر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. وهنا أعاد الفعل لأهمية الإيمان بالقدر. الفعل ما هو؟ تؤمن، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا جدا وخطير جدا جدا. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أن الله عالم ما يكون في المستقبل إلى ما لا نهاية له جملة وتفصيلا، بما يفعله هو سبحانه وتعالى وبما يفعله المخلوق. هذه واحدة. دليلها عموم الأدلة: والله بكل شيء عليم. وخصوص العلم بالغيب، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام:
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا، قال عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل أو مفصل؟ لا إله إلا الله، مجمل. قد أحاط بكل شيء علما، التفصيل اسمه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة من الشجر إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة في ظلمات الأرض صغيرة أو كبيرة؟ عجيب، صغيرة. في ظلمات الأرض، إذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة، فهذا ظلمة المطر، ظلمة الغيوم، وكان الجو مغبرا، هذا أيضا ظلمة. يعلم عز وجل الحبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني أن تؤمن العلم، أن تؤمن بأن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا فيما يفعله العباد وفيما يفعله هو بنفسه، تؤمن بهذا إيمان حقيقيا. واعلم أنك إذا آمنت بهذا أوجب لك الخوف من الله وخشية الله والرغبة فيما عند الله، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. الثاني، المرتبة الثانية في القضاء والقدر، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. والآيات في هذا متعددة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، أمره وهو جماد. وهل يصح توجيه الأمر للجماد؟ الجواب: نعم، من الله يصح، لأنه هو الذي ينطق الجماد. ولهذا قال للأرض وللسماء ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قال اكتب، القلم امتثل، لكن أشكل عليه ماذا يكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة، في تلك اللحظة، بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصل الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل. لكن هذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. ولا تستغرب يا أخي، تقول: كيف هذا اللوح كتبت فيه جميع الحوادث؟ لأنك لا تعرف حجم هذا اللوح ولا سعة هذا اللوح، قد يكون ملأ السماوات والأرض. ثم ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالأقراص، أقراص إيش؟ الليزر. يتسع القرص الصغير إلى
كتب كثيرة وهو من صنع الآدم. وأقول هذا تقريبا لا تشبيها، لأن لوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به. كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. الرابع، الثالث، أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئته أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان، إيش؟ وما لم يشاء لم يكن. أي شيء يحدث فهو بمشيئة الله. وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد، كله بالمشيئة. أطلق قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء الله ما فعلوه آيتان. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم أكمل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من مشاكل كثيرة، سلم من عمل الشيطان. إذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود قال: ليتني لم أفعل، فهذا من عمل الشيطان، لأن الذي فعلته قد إيش؟ قد شاءه الله عز وجل، ولا بد أن يكون. لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة. الرابع، الخلق، أن تؤمن بأن كل موجود سوى الله فهو مخلوق. من خالقه؟ الله عز وجل. كل شيء مخلوق لله، السماوات، الأراضون، البحار، الأنهار، الكواكب، الشمس، القمر، الإنسان مخلوق لله، حركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله تعالى خلقه بصفاته وأفعاله، أي بصفات الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك. فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل. طيب، خلق عز وجل كل موجود سواه، وهل صفات الله مخلوقة؟ الجواب لا، لأن صفاته كذاته، كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة. أعود مرة ثانية فأقول: الإيمان بالقدر يتضمن إيش؟ أربع، الإيمان بأمور أربعة: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط، والثالث مقتصد، مقتصد مستقيم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، صدقت، القائل جبريل. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن، يحسن، وهو بذل الخير للغير من مال أو جاه أو غير ذلك. هذا بالنسبة للإحسان المخلوق.
أما بالنسبة للإحسان في حق الخالق فأن تبني عبادتك على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإحسان أن تعبد الله، هذه واحد، تعبد الله. وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين كما سمعتم، وهما الإخلاص والمتابعة. كأنك تراه، والعابد لله كأنه يراه، لا بد أن يكون أن تكون عبادته مبنية على رغبة شديدة، لأن من رأى محبوبه فسوف يسرع إلى الوصول إليه. فعبادة الإنسان ربه كأنه يراه تتضمن الرغبة في إيش؟ في الوصول إليه سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم الجد والاجتهاد في العبادة. فإن لم تكن تراه فهنا مرتبة ثانية أقل، فإنه يراك فاعبده على وجه الخوف، لا تخالف، لأنك إن خالفته فإنه يراك. فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، مرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أفهمتم جيدا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يقتضي نعم شدة الطلب والطاعة لتصل إلى محبوبك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك فاحذره، كما قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. أيهما أكمل؟ نعم الأول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، جعل الثاني في مرتبة ثانية متأخرة بعد الحديث. قال نعم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. ولم يذكر قال صدقت اكتفاء بالأول. قال: فأخبرني عن الساعة. ما هي الساعة؟ الساعة هي قيام نعم هي قيام الناس من قبولهم لرب العالمين، يعني البعث. وسمى الساعة لأنها داهية عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه، بأعلم من السائل يعني جبريل. والمعنى: إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بها، لأن علم الساعة مما اختص الله به عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال عز وجل: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل،
ومن صدق فهو كافر. وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياساً على ما مضى منها، فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا إيش كذبتم، ومن صدق بذلك فهو كافر. لأنه إذا كان أعلم الرسل بالله عز وجل البشرية وأعظم الرسل الملكية، كلاهما لا يعرفان متى تكون، فمن دونهما من باب أولى بلا شك. لما قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال أخبرني عن أماراتها، أي علامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أماراتها أي أمارات قربها، وهو ما يعرف بالأشراط. قال الله عز وجل فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. نعم، أشراط الساعة كثيرة، بعضها قريب من الساعة وبعضها بعيد، بعضها صغير وبعضها كبير. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بعث لجميع من بعده ولا يأتي بعده رسول، وهذا يدل على أن الساعة قريب. ومنها ما سيذكر في الحديث الآن، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، أن تلد الأمة يعني الرقيقة المملوكة، ربها أي سيدها، أو ربتها أي سيدتها، وكلا اللفظين محفوظ. ولكن ما معنى أن تلد الأمة ربها؟ هل المراد العين أو الجنس؟ اختلف به هذا العلماء، منهم من قال المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة الأمة بالعين أو بالجنس، المراد الأمة بالجنس. وقيل المعنى أن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها، بحيث يكون الملك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أي أنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته يكون سيدا لها، إما لأن أباه سيدها، وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا له، يكون سيدا له. ولكن المعنى الأول أقوى، أن الإماء يلدن الملوك، وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، ويدل لهذا ما ذكره بعد، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. الحفاة يعني ليس لهم عيال، العراة ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، العالة ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنة أو ما أشبه ذلك، عالة فقراء يتطاولون في البنيان، أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول. وهل المراد بالتطاول ارتفاعا أو جمالا أو هما؟ نعم كلاهما، يتطاولون في البنيان أيهم أعلى، يتطاولون في البنيان أيهم أحسن، وهم في الأول ها فقراء
لا يجدون شيئا، لكن تتغير الحال بسرعة، مما يدل على قرب الساعة. وهذا هل وجد الآن أو لم يوجد؟ نعم والله ما أدري، هذا الموجود هو من أشراط الساعة أو بعد يوجد ما هو أعظم من هذا، فالله أعلم. لكن إذا كل أناس وكل جيل يحدث فيه مثل ذلك يقول هذا من أشراط الساعة، فالله أعلم. لكن هذه علامة واضحة. يقول في الحديث نعم ثم انطلق فلبثت مليا، أو فلبثنا عندكم، فلبثت مليا يعني بقيت مليا أي مدة طويلة، كما قال تعالى واهجرني مليا أي مدة طويلة. قيل 3 أيام وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن المعروف أن الملي يعني الزمن الطويل. ثم قال يا عمر، يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل. يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده فيما بعد وسأله، أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال جبريل، فقال عمر الله ورسوله أعلم. وهذا يعني أنه لا علم عند عمر بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. هذا جبريل، الإشارة هنا إلى شيء محسوس مرئي أو إلى شيء معلوم بالذهن؟ نعم، إلى شيء معلوم بالذهن. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكنه جاء بهذا الصيغة، صيغة السؤال والجواب، لأنه أمكث في النفس وأقوى في التأثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لا كتب مجلدا، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. نعود إلى الفوائد ونأخذ منها ما تيسر على عجل حتى لا نتأخر. من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجلس إلى أصحابه ويجلسون إليه وليس ينفرد ويرى لبسه فوقه، بل إن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى توصله إلى بيتها ليحلب لها الشاة، من تواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع عليه الأوقات، فإن ضيع عليه الأوقات فلا، لأن بعض الناس يأتي إلى الشخص مثلا ويجلس إليه ويتحدث إليه، وتلقاه مثلا الرجل الذي يحب أن يحفظ الأوقات يقول له يعني يتململ هكذا يتململ، يقول والله الليل قصير. نعم، ويوري، ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن
يتشكل بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة هذا الرجل المذكور في الحديث. فينقال قائل: وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ فالجواب: هذا إلى الله، بمعنى أنه لا يستطيع الملك أن يتزيى بزي غير ما خلقه الله عليه إلا بإذن الله عز وجل. ومنها الأدب مع المعلم كما فعل جبريل، جلس أمامه جلسة المتأدب ليأخذ منه. ومنها جواز التورية لقوله: يا محمد. وهذه العبارة عبارة من؟ عبارة العرب، فيوري بها كأنه عربي، وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ومنها فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكرها. ومنها فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. ومنها الحث على إقامة الصلاة، أي على فعلها قويمة مستقيمة. ومنها أن إيتاء الزكاة من الإسلام، وكذلك البقية. فإذا قال قائل: إذا ترك الإنسان واحدا من هذه الأركان أيكفر أم لا؟ فالجواب أنه إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع، ولا خلاف بهذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يزكي فهو كافر، من لم يصوم فهو كافر، من لم يحج فهو كافر. لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة. والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك أدلة معروفة. طيب، لو أنكر وجوبه وهو يفعلها يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، لأن وجوبها أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب، إذا تركها عمدا هل يقضيها أو لا؟ نقول: لا، المؤقت لا يقضى. فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا: لا تقضى، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعم لم تنفعه لقول الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو إيش؟ ظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك يقال في الصوم: لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه، فإننا نقول: لا تقضي، لأنك لو قضيته لم ينفع، لكونك تعديت حدود الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
طيب ماذا يصنع من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت أو الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت؟ ماذا يصنع إذا قلنا لا يقضي؟ نقول أكثر من الطاعات وتوب إلى الله توبة حقيقية ويكفي. الزكاة، الزكاة مؤقتة وغير مؤقتة، نعم يعني هي غير مؤقتة لكن فيها شيء من التوقيت. إذا ترك الإنسان ثم تاب وأراد أن يزكي نقول زكي، لأن ليس له وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر فلان. طيب إذا مات وهو لم يزكي تهاونا فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ نعم تخرج لكن لا تجزئها عن الزكاة، يعذب عليها، وإنما قلنا تخرج لحق أصحاب الزكاة، يعني لحق أهل الزكاة، أفهمتم؟ لكن ذمته لا تبرأ لأن الرجل مات على عدم الزكاة. الحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه لأن الرجل تركه لا يريد أن يحج، فكيف نحج عنه وهو لا يريد؟ طيب هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ نعم لا، لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن هذا هو الذي ندين الله به أو كلمة النحو وهو الذي تدل عليه الأدلة، فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل لأنه إذا مات لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، لم تبرأ ذمته. من فوائد هذا الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام بالنسبة للإيمان أدنى لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لكن الإيمان اللهم حقق إيماننا. الإيمان ليس بالعمل الهين، محله القلب والاتصاف به صعب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل قال ما الإسلام وقال ما الإيمان، وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان أو لا يشمل؟ يشمل. وقوله تعالى فقل أسلمت وجه الله ومن تبعني يشمل. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى وبشر المؤمنين بعد أن ذكر تجاهدون في سبيل الله بأموالكم نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قال وبشر المؤمنين. إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، أو الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. إذا ذكر جميعا صار الإسلام علانية والإيمان سر. مثال هذا الحديث اللي معنا ويدل على التفريق قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فإن قال قائل يرد على هذا إشكال، إذا قلت إنهما إذا اجتمعا افترقا يرد عليه إشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فعبر بالإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط ما ليس بمؤمن. من هي؟ امرأته التي خانت وأظهرت أنها معه وليست كذلك. البيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، هم في بيت واحد. لكن الناجي من الناجون؟ المؤمنون خاص. ولهذا قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة. أما البيت فهو بيت مسلم. ويؤخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد إسلامي، وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون، لأن الله جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافر. هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. والحاصل أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر جميعا افترقا. فصار الأمر كما قال بعضهم: إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، هذه الفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومن فوائد هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سمعت، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة. فمن أنكر وجود الله فهو كافر. هذه الأصول الستة أقولها الآن على سبيل العموم: من أنكر واحدا منها فهو كافر. يعني من قال لا 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 رب لا ملائكة لا كتب لا رسل لا يوم آخر لا قدر فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فنقول وبالله نقول من أركان الإيمان بالله الإيمان بيوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، هو الأخير آخر المراحل. وغلط من يقول إذا دفن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، لأن هذا لو أن القائل اعتقد مدلول هذه الكلمة لكان منكرا للبعث، لكنهم لا يريدون هذا. فنقول يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا. أما تفاصيل ذلك فليس هذا موضع ذكره، نعم، لأن هذا موجود في كتب العقائد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معترف عظيم، الإيمان بالقدر معترق من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وسبق لنا أن لهم مراتب أربعة، أولها الثاني الكتابة، الثالث الرابع الخلق. فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا وذلك لأهميته. أولا العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جملة وتفصيلا مما يفعله بنفسه أو يفعله عباده. والأدلة على هذا كثيرة، قال الله تعالى والله بكل شيء، والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى. وأما التفصيل فذكرنا لكم آية الأنعام أظن، نعم، وعندهم مفاتيح الغيب أظن ذكرناها لكم، لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما سقط ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يأس إلا بتأمله. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطرأ عليه العلم عن جهل ولن يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا هو، لا يضل ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى أي ما علم، بل علمه تام. فإن قال قائل لدينا إشكال، مثل قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. وقال عز وجل ليعلم الله من يخافوا بالغيب وأمثال هذه الآيات. مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. أفهمتم الإشكال أو لا؟ مفهوم يا جماعة؟ الوسط والآخر. ولنبلونكم حتى نعلم، وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال، والجواب عنه من أحد أمرين: إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه إيش؟ بأنه واقع. نظير هذا من بعض الوجوه، الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له، مريد الله لا شك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادتان، إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئا متى يريد؟ متى يريد؟ عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا جواب. الجواب الثاني
حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه عقاب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه نعم بعد أين؟ بعد الامتحان والابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زائد. نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، وهؤلاء كفرهم بلا شك. الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بني كيف الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، فإنه لا يترتب ثواب العقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الامتحان، إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب المرتبة الثانية الكتاب، في اللوح المحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوف الرجال هذا متأخر. كتابة عمرية وهي أن الجنين إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية لأنها إيش؟ مقيدة بالعمر، تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم. هذه تسمى كتابة حولية. بعضهم ذكر كتابة يومية واستدل لها لذلك بقوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. هذه الكتابة يا إخواننا هل تتغير أو لا تتغير؟ اسمع كلام رب العالمين عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كتب. نعم ولا كتاب، ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب بالصحف التي بيد الملائكة هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. من أين هذا الدعاء المبتدع؟ دعاء بدعي باطل. إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف معناه مستغني، يعني افعل ما شئت بس خطف. وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، اللهم عافني اللهم ارزقني وما أشبه ذلك.
نقول لا تقل هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أرد لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أشد. واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك فإذا دعا أجاب الله دعاء. كم من إنسان مرض حتى عيس من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاء. وش حس بيانا هاجع علم أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حاله يريد أن الله يكشف الضر، قال فاستجبنا له فكشفنا ما بهم الضر. الكتابة التي ذكرنا متى كانت؟ كانت قبل خلق السماوات والأرض، والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة كتب الله مقادير كل شيء. تقي